ومن واشنطن ينضم إلينا سفير باتريك ثيروس الدبلوماسي الأمريكي السابق. أهلا وسهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل لازال هناك فرصة للحل الدبلوماسي الذي يؤكد عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن وكامالا هاريس في الأزمة التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعلى لبنان؟ دائماً ما توجد فرصة للحلول الدبلوماسية. فالموقف الحالي الذي نراه وهو موقف فريد من نوعه، وهو أن إيران كانت دائماً ما تستجيب من خلال حلفائها، ولكنها الآن تستجيب بصورة مباشرة. المدى القصير لا أظن أن هناك فرصة للتفاوض إلا إذا ما بدأت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام نفوذها وسلطتها. ولكن في رأيي الشخصي أن الرئيس الجديد لإيران يدعو للاعتدال، وقد تكون هناك فرصة للتفاوض، وربما أيضا ينضم إليه المرشد الأعلى في إيران. ولكن من جانب الإسرائيلي هناك مشكلة، وهو أن نتنياهو لا يريد التخفيف من حدة الأمور، لأن الحرب تضمن بقائه في منصبه. لذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما كان بإمكانها عمل تهديدات من وراء الكواليس، ولكني لا أرى تفاوضات في القريب العاجل. سيد ثيروس، يعني على الدوام كانت الولايات المتحدة تتحدث عن الضغط على إسرائيل وعلى الوصول إلى وقف لإطلاق النار وإعادة المحتجزين، ولكن اليوم لا نرى فعلا بأن الولايات المتحدة باتت قادرة على الضغط على إسرائيل. هل يعني من يسير ومن يتخذ القرار اليوم هو نتنياهو وإسرائيل، أم أن الولايات المتحدة لربما نرى في الأيام القادمة جهودا جادة للضغط على إسرائيل؟ أتمنى ذلك. من الواضح أن القدرة على الضغط على إسرائيل هي موجودة وكانت موجودة طوال الوقت، ولكن أنا في واقع الأمر محتار بسبب عدم فعل ذلك. في الوقت الحالي لا يبدو أن هناك جانب جيد من شخصية نتنياهو. لسبب ما هو يستمتع بصورة كبيرة في إهانة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لقد جعل الولايات المتحدة الأمريكية تبدو أكثر ضعفاً. إذن السيد ثيروس، هل الأيام القادمة لربما ستحمل ما بينها يعني توتر في العلاقات ما بين إسرائيل وما بين الولايات المتحدة بسبب تصرفات نتنياهو تجاه الإدارة الأمريكية، أم أن الانتخابات الأمريكية ستغير من هذا الموقف؟ إذا ما توجب علينا الانتظار حتى بداية الانتخابات الأمريكية وهي بعد 7 أسابيع من الآن، فهذا معناه أن هناك كثير من الضرر سيحدث من الآن وحتى ذلك الحين، وسيكون هناك ضحايا كثيرون. لا أظن الانتخابات ستغير من أي شيء، لأن الرئيس سيظل رئيسا حتى يناير من العام المقبل. أنا فقط فعلا مذهول كيف وصلنا إلى الأمر الذي نعيشه الآن. كيف من الممكن يعني أن نخرج من هذا الموقف، وكيف من الممكن أن يتم إحلال السلام والتهدئة وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط والتي بالطبع ستؤثر على كل المنطقة؟
الشخص الوحيد الذي بإمكانه الإجابة على هذا السؤال هو الشخص الذي يجلس في البيت الأبيض وهو الرئيس جو بايدن. هو الوحيد الذي لديه السلطة والأدوات التي هو بحاجة إليها، ولكن يظل يتوجب عليه أن يقرر إذا ما أراد أن يستخدم هذه الأدوات. إن الأمر بسيط للغاية، الأمر يتعلق بالإرادة، الإرادة بين شخصين، الرئيس بايدن ورئيس الوزراء نتنياهو. في الوضع الحالي رئيس الوزراء نتنياهو يبدو أن لديه ميزة ويحتفظ بميزة، ولكني لا أفهم ما هي هذه الميزة. وإلى أي مدى إذا ما نظرنا اليوم على العلاقات الخارجية للولايات المتحدة والشركاء والحلفاء، أثر هذا الدعم اللامحدود لإسرائيل وتصرفات نتنياهو وعدوان إسرائيل على قطاع غزة وإلحاق الضرر بالمدنيين وبالبنية التحتية وبالقطاع بشكل كامل، بالإضافة إلى لبنان اليوم، إلى أي مدى تأثرت علاقة الولايات المتحدة بشركائها في المنطقة؟ أعتقد أن هذا قد سبب مشاكل كثيرة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن أكبر هذه المشاكل هو الضعف الأمريكي. في النهاية تبقى الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى تتعامل مع دولة صغيرة. هذه الدولة وجدت بسبب سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكنها تظل عقبة وعائق أمام الولايات المتحدة الأمريكية. أظن أن هذا يؤثر على منظور أو على صورة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وقد يدعو هذا دول لاستغلال هذه الصورة وهذا الضعف، خصوصا روسيا. أظن أن الشعوب ورؤساء الدول سينظرون إلى حلفاء آخرين أقوى في دول أخرى. نعم، أشكرك كل الشكر السفير باتريك ثيروس الدبلوماسي الأمريكي السابق على كل هذه التفاصيل.